السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة أخبار التاسعة، البداية بالعناوين. شهيدان برصاص الاحتلال الشرق خان يونس. السيد الرئيس يبدأ جولة في الأمريكيتين تشمل تشيلي وفنزويلا وكوبا. اللجنة الوزارية للتشريع في حكومة الاحتلال تصادق على قانون يحد من سلطات المحكمة العليا. وفي النشرة أيضا، فريق النسائي في غزة للعبة كرة اليد الأمريكية. أهلا بكم إلى التفاصيل. استشهد الشابان بهاء قداح ومحمد أبو ريدة برصاص الاحتلال قرب سياج الحدودي شرقية خان يونس. اسلام الزعنون والتفاصيل. هو الموت وظلاله التي توغلت داخل حدود غزة بأكملها. زرعها جيش الاحتلال الإسرائيلي ليكرر مشهد الوداع هذا. اثنان آخران انضما إلى قائمة شهداء الأرض بعد استهداف مجموعات شبان بشكل مباشر على يد قناصي الاحتلال المتمركزين في غلاف غزة شرق خزاعة جنوب قطاع غزة. محمد أبو ريدة وبهاء قداح استطاعت الطواقم الطبية إجلاءهما بصعوبة بالغة فيما اختطف الاحتلال ثالثهم المصاب ولم يعرف مصيره حتى اللحظة. تم اطلاق النار باتجاه السيارات لمنع وصولها، انه احدهم قد استشهد على الفور والاخر استشهد في مستشفى غزه الاوروبي. واثناء عودتنا للمكان مره اخرى تفاجانا بانتشال احد الاصابه الثالثه اللي تبلغنا عنها من قبل قوات الاحتلال. طخوا عليه ثلاث رصاصات، رصاص متفجر والمحرم دوليا. اين العالم من الرصاص المتفجر اللي بفتفت الجسم وبفتفت اللحم؟ لم يمكث الشهيدان طويلا في المشفى لينتقلا إلى حيث نشأتهم وذوهم ويغادروهم بلا رجعة، وتبقى حسرة الوداع حاضرة في مشهد الوداع الأبدي. الاحتلال دائما في كل رواية لا يصدق فيها، بل هو يسوق لنا الأكاذيب عبر إعلامه الكاذب. هؤلاء الشباب، يعني هم شباب أو شبان صح التعبير، أبرياء ذهبوا إلى السلك يعني كعادتهم. يعني هناك أنشطة وهناك يعني فعاليات على الامتداد يعني السلك الحدودي الفاصل. 52 شهيدا، خمسة منهم محتجزون، شاهدين على تمدد الاحتلال في ثوب إجرامه ضد المدنيين العزل خلال خمسة أسابيع، وبصماته الوحشية لا زالت تلازم مئات الإصابات إثر استخدام الرصاص المتفجر المحرم دوليا في قمع مسيرات العودة اليومية. عندما يتحول المجتمع الدولي لمجرد مستصرخ والجريمة لمجرد مأساة، يتمادى الاحتلال بجرائمه بكل جرأة أمام الإدانات والشجب المستمرين، فيقتل ويصيب ويعتقل، وما زال يلوح بعدوان أوسع كلما اقتربنا من ذكرى النكبة الفلسطينية وموعد نقل السفارة الأمريكية إلى القدس. إسلام الزعنون، تلفزيون فلسطين، غزة. بدأ السيد الرئيس محمود عباس اليوم جولة رسمية في الأمريكيتين الجنوبية والشمالية تشمل دول تشيلي وفنزويلا وكوبا لحشد مزيد من الدعم السياسي لقضيتنا وبحث العلاقات الثنائية معها. تقرير ميساء الأحمد. يبدأ السيد الرئيس محمود عباس جولة خارجية إلى دول أمريكا اللاتينية تشمل كل من تشيلي وفنزويلا وكوبا، وتعتبر هذه الزيارة استثنائية في طبيعتها ومضامينها وتوقيتها في ظل محاولات الإدارة الأمريكية اختراق دول القارة اللاتينية والضغط عليها وابتزازها لتحصيل قرار متعلق بنقل سفاراتها من تل أبيب إلى القدس. وعليه سيضع سيد الرئيس الدول المضيفة في صورة الأوضاع الحالية الحاصلة على الأرض وما يمكن أن يحصل من تطورات من شأنها أن تقود المنطقة إلى الأسوأ إن نقلت الولايات المتحدة الأمريكية سفارتها إلى القدس في الموعد الذي قررته منتصف الشهر الحالي.
وكان لهذه الدول الثلاث موقف مشرف يحسب لهم عندما صوتوا في 22 من كانون الأول العام الماضي لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ضد إعلان ترامب القدس عاصمة لإسرائيل. كما تهدف هذه الزيارة إلى تعزيز وتعميق العلاقات الثنائية مع دول القارة لصالح حشد الدعم لقضيتنا، حيث سبق لفنزويلا أن رفعت من مستوى تمثيلها الدبلوماسي في فلسطين من ممثلية دبلوماسية إلى سفارة، وتبرعت بمبلغ 15 مليون دولار لبناء وتجهيز مشفى هوغو تشافيز الأول في تخصص جراحة وطب العيون في بلدة ترمس عيا بمحافظة رام الله والبيرة، فيما يحفظ لكوبا مواقفها المناصرة للقضية الفلسطينية منذ العام 47 حينما رفضت قرار التقسيم وما تلاه من مواقف داعمة لحقوق شعبنا الثابتة ومنددة بالإجراءات الإسرائيلية العنصرية. وضمن برنامج الزيارة سيلتقي السيد الرئيس مع الجاليات الفلسطينية في هذه الدول والتي تعرف بكثافة حضورها وفعاليتها الاقتصادية، ومنها الموجودة في تشيلي حيث تعتبر من أكبر الجاليات الفلسطينية في العالم بعد الأردن. ميساء الأحمد، تلفزيون فلسطين. وتنضم إلينا عبر الهاتف سيدة ليندا صبح سفيرة فلسطين لدى فنزويلا. سيدة ليندا أهلا ومرحبا بك. يسعد مساءكم، بيشرفني اني اكون معكم الليله. اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا فيكم. اهلا وسهلا ست ليندا، يعني ابرز جدول اعمال السيد الرئيس في الزياره الهامه لدى فنزويلا، خاصه ان هنا علاقات وطيده جدا مع فنزويلا وفلسطين. من الملاحظ انها اولا انها دعوه ونتشرف بقبول الدعوه، وثانيا ان الرئيس الفنزويلي تقريبا يوميا يهاتفني ليتأكد من حضور السيد الرئيس وبأن الزيارة على ما يرام وأنه ينتظر والده، لأنه ينادي الرئيس محمود عباس بوالدي، كذلك تناديه رئيسة البرلمان وهي الشخص الثاني في الدولة، فهم في انتظار والدهم وليس فقط في رئيس دولة فلسطين. الحكومة تقوم باستعدادات مهيبة في الدولة، سيكون هناك استقبال رسمي، سيكون هناك لقاء ما بين الرئيسين والوزراء ولقاءات ثنائية وكذلك توقيع اتفاقيات، كذلك سيكون هناك مراسم تقليد الدكتوراه الفخرية للرئيس محمود عباس من أبرز جامعات فنزويلا وهي الجامعة البوليفارية، وسيتم ذلك يوم الثلاثاء بإذن الله. سيكون في استقبال السيد الرئيس وزير الخارجية وحاكم الولاية والجالية والطلاب المنح في فنزويلا، وكذلك سيكون هناك إقليم فتح والمجلس الاستشاري وطاقم السفارة. سعادة السفيرة، هنا أريد أن أسألك عن هذه الجولة بشكل عام للسيد الرئيس إلى أمريكا اللاتينية التي تشمل فنزويلا وتشيلي وكوبا، أهداف هذه الجولة خاصة في ظل التحديات التي تمر بها القضية الوطنية ونحن بتنا قاب قوسين وأدنى من نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس؟ أولا توطيد العلاقات، وثانيا كان مهتم جدا الرئيس نيكولاس مادورو بأن يحضر الرئيس فخامة الرئيس محمود عباس إلى فنزويلا للتأكيد بأن حكومة فنزويلا حكومة ورئيسا وشعبا وراء الشرعية وداعمة لقضيتنا الفلسطينية، وللتأكيد بأنهم لن يقبلوا بإعلان الرئيس ترامب بالقدس عاصمة لأي دولة، فقط هي عاصمة لفلسطين. ففنزويلا تقف بجانبنا، كان اليوم لهم موقف مشرف في بنغلاديش وكان لهم كلمة باسم رئاسة دول عدم الانحياز أيضا، مؤكدين على شجبهم واستنكارهم ووقوفهم مع دولة فلسطين ومع الرئيس. أيضا قاموا اليوم بإصدار بيان تهنئة لفخامة الرئيس وللجنة التنفيذية وتهنئة بانتهاء أعمال المجلس الوطني الفلسطيني. نعم، شكرا جزيلا لك يا دكتورة ليندا صبح سفيرة فلسطين لدى فنزويلا. في الشأن الحكومي، استقبل رئيس الوزراء دكتور رامي الحمد الله في مكتبه برام الله رئيس وزراء إقليم
فيلناندرز البلجيكي والوفد المرافق له، وبحث معه سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، خاصة التبادل الثقافي، مشيرا إلى أهمية التعاون في مجال التعليم والتدبير المهني والتقني. وثمن رئيس الوزراء الدعم البلجيكي لفلسطين والتصويت لصالح فلسطين في الأمم المتحدة، بالإضافة إلى دعم الأونروا، مشددا على ضرورة اعتراف بلجيكا بدولة فلسطين لما في ذلك من دعم لعملية السلام والاستقرار في المنطقة. إلى ذلك، تفقد رئيس الوزراء دكتور رامي الحمد الله معرض فلسطين الدولي للكتاب في دورته 11، يرافقه وزير الثقافة الدكتور إيهاب بسيسو، وذلك في مقر المكتبة الوطنية بسردة شمال رام الله. وتجول رئيس الوزراء في أرجاء المعرض واطلع من خلال وزير الثقافة على الفعاليات المنفذة من خلاله، لا سيما الخاصة في مدينة القدس، مشيدا في هذا السياق بجهود وزارة الثقافة والجهات الشريكة في تنظيم المعرض والعمل على إنجاحه. وأكد الحمد الله أهمية الاحتفاء بالثقافة الفلسطينية من خلال تنظيم معرض فلسطين الدولي للكتاب، والذي يشارك فيه أكثر من 500 دار نشر عربية ودولية، مشيرا إلى أن ذلك يشكل رافعة للتبادل الثقافي والتواصل مع شعوب العالم، خاصة الأشقاء العرب. بحثت مستشارة رئيس الوزراء خيرية رصاص مع نائب وزير التنمية الكندية السيدة ديان جاكوفيلا تعزيز التعاون المشترك. وناقشت المستشارة رصاص خلال اللقاء الذي عقد في مكتب رئيس الوزراء برام الله عددا من الخطط التنموية لدعم العديد من القطاعات ذات الاهتمام المشترك مع الحكومة الكندية، خاصة وزارة التنمية. وثمنت رصاص دعم كندا العديد من القطاعات في فلسطين، خاصة قطاع العدالة والتشريعات، مشددة على أهمية الاستفادة من التجربة الكندية في تعديل القوانين لصالح المرأة. أكد إعلان داكا الصادر عن الدورة 45 لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي رفض اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها إليها. وحمل الإعلان الإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن جميع تبعات تلك الخطوة غير القانونية التي تساهم في تفاقم الصراع وفي تشجيع عدم محاسبة إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال من العقاب، داعيا الدول الأخرى إلى الامتناع عن دعم قرار الولايات المتحدة الأمريكية وإلى الالتزام بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة التي تحظر مثل هذه الانتقالات غير القانونية للبعثات الدبلوماسية إلى القدس الشريف. صدقت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في الكنيسة الإسرائيلية بالإجماع على مشروع قانون يهدف إلى إضعاف سلطة المحكمة العليا ومنح السلطة التشريعية النفوذ والصلاحيات لتجاوز القرارات الصادرة عن المحكمة وعدم تطبيقها. وينص مشروع القانون الذي قدمه حزب البيت اليهودي على السماح بإعادة سن القوانين التي رفضتها المحكمة العليا بأغلبية 61 عضو كنيسة، حيث من المقرر أن يتم التصويت على مشروع القانون من قبل الهيئة العامة للكنيسة الأربعاء المقبل. ولمزيد من المتابعة تنضم إلينا عبر خدمة سكايب من الناصرة الأستاذة عايدة توما عضو القائمة العربية المشتركة. أهلا بك أستاذة عايدة، كيف تعقبون على هذه المصادقة أستاذة عايدة؟ مساء الخير جميعا. واضح أن اليوم حكومة نتنياهو تتخذ إضافي فيما يتعلق مع بعض طبقة من معالم الديمقراطية في هذه الدولة وحتى استبداد الأغلبية، فهي عندما يعني تضغط على وصادق أنها اشتراك القانون هذا هي صادق على أنه لا يهم الرأي الدستوري أو القانوني في القانون، وإنما ما يهم التوجهات السياسية وأن الأغلبية أن تبقي على معالم الديمقراطية الدولة. لكن من المهم التأكيد بأن نتنياهو يستعمل أيضا اقتراح القانون هذا لتفجير أزمة ائتلافية جديدة داخل الائتلاف، كون حزب كلانو حتى الآن يرفض هذا القانون، بالتالي هناك شك كبير بأن مصلحة نتنياهو باستخدام هذا القانون هي استخدام
أنا نعتذر منك سيدة عايدة توما عضو القائمة العربية المشتركة، يعني هناك صوت ضعيف وغير واضح، عذرا منك سيدة عايدة وشكرا جزيلا لك على انضمامك. شكرا. معنا. قالت وزارة المالية إنه بناء على تعليمات القيادة فقد تم تنفيذ توجيهات السيد الرئيس محمود عباس بخصوص صرف الرواتب والمخصصات المالية لأهلنا في المحافظات الجنوبية على النحو التالي: صرف جميع رواتب الموظفين في المحافظات الجنوبية بواقع 50% من إجمالي الراتب الأصلي، صرف مخصصات أسر الشهداء والجرحى كاملة والتي تخص حوالي 25,000 حالة. سيتم صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية والتي تخص 80,000 حالة بموعدها كاملة، استكمال وصرف رواتب المتقاعدين كاملة خلال 48 ساعة القادمة، الالتزام بسداد كامل كلفة الكهرباء الموردة للقطاع إضافة إلى كامل كلفة المياه والصرف الصحي. تواصل سلطات الاحتلال أعمال حفرها أسفل منازل المواطنين في حي وادي حلوة جنوبي المسجد الأقصى، ما تسبب بتصدعات وتشققات وانهيارات أرضية. وأشار مركز معلومات وادي حلوة في سلوان إلى أن هذه الحفريات مستمرة ومتواصلة منذ سنوات عدة، وتسببت بانهيارات أرضية في الشارع الرئيس وتصدعات وتشققات لمباني المنطقة نتيجة تفريغ الآثار وحفر الأنفاق باتجاه المسجد الأقصى وتفريغ الأتربة كذلك، وأيضا باتجاه باحة حائط البراق. اقتحمت ميليشيات حماس مرة أخرى منزل أمين سر حركة فتح شمال قطاع غزة حاتم أبو الحصين وسلمت عائلته بلاغات لمراجعتها. هذا وتواصل عصابات حماس اختطاف أبو الحصين اليوم الثاني على التوالي في وقت تسعى فيه القيادة لاستعادة الوحدة الوطنية وإتمام المصالحة. الاختطاف والمداهمة لمنازل وكوادر حركة فتح وترويع ذويهم، هكذا قابلت ميليشيات حماس في قطاع غزة دعوات وخطوات القيادة لإنهاء الانقسام ولم الشمل. حاتم أبو الحصين أمين سر حركة فتح في شمال القطاع كان أحد ضحايا عمليات القمع الممارسة ضد أبناء حركة فتح، حيث داهمت ميليشيات حماس منزله وانهالت عليه بالضرب بالهروات قبل أن تختطفه وتزجه في زنازينها، ترافق ذلك مع توزيعها بلاغات للمواطنين بالجملة لمراجعة مراكز تحقيقها. مشاهد الخراب والترويع التي اقترفتها أجهزة حماس دفعت العشرات من أبناء فتح وعشيرة آل الحسين للنزول إلى الشارع للتظاهر سلميا تنديدا بهذه الجريمة النكراء، ولكن سرعان ما انهالت عناصر حماس بالاعتداء عليهم متجاهلة الأطفال والنساء وكبار السن من المحتجين من أبناء العائلة، في مشهد يعيد للأذهان ما اقترفته حماس من قمع دموي لكل من حاول وما يزال ينتقد سياستها وحكمها المسلح على قطاع غزة وأبنائه. تصعيد عناصر حماس وتيرة عدوانها ضد كوادر حركة فتح يأتي بعد نجاح انعقاد المجلس الوطني وما حمله من رسالة أمل للم الشمل وإنهاء الانقسام، ما يعكس نوايا حماس بإعادة الأوضاع في القطاع إلى مربع الاقتتال خدمة لأجنداتهم الحزبية المشبوهة الكامنة في مشروع إقامة إمارتهم السوداء فوق عناء المعذبين وآلام المحاصرين، في تناغم واضح مع ما تنوي الإدارة الأمريكية طرحه من صفقة سياسية لتصفية القضية الفلسطينية. خالد مطاوع، تلفزيون فلسطين. أشاد المستشار ياتيم رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية بالنقلة النوعية التي شهدها الإعلام الرسمي على الأصعدة كافة، جاء ذلك خلال إطلاق فعاليات أسبوع المرور العربي اليوم في الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون. من ينظر لهيئة الإذاعة والتلفزيون بتقرير عام 2014 وتقرير عام 2017 يلمس الفرق الشاسع ما بين الثرى والثريا حقيقة، وأنا من هنا أتوجه بالشكر لمعالي الأخ أحمد عساف.
وكان جهاز الشرطة قد أطلق فعاليات أسبوع المرور العربي تحت عنوان التزامك بالنظام دليل وعيك، وذلك في مقر الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون في رام الله. بمناسبة أسبوع المرور العربي الذي جاء تحت شعار التزامك بالنظام دليل وعيك، احتفل جهاز الشرطة بانطلاق فعالياته التي ستشمل جميع محافظات الوطن، وذلك في المقر العام لهيئة الإذاعة والتلفزيون في رام الله. هذا العام أنه هو استمرار للأعوام السابقة، نحن نركز دائما على الوعي، توعية المواطنين بأخطار الحوادث، وأيضا بالإجراءات التي يجب أن تتبع من أجل عدم وصول مثل هذه الحوادث أو حدوث مثل هذه الحوادث، لأننا نعلم جميعا أننا لا نستطيع، لا نحن ولا أي شرطة ثانية في العالم، أن نضع في كل شارع مجموعة من الشرطة. القصة تحتاج إلى وعي، تحتاج إلى ثقافة، ومن هنا كان الشعار لهذا العام هو مقدار التزامك بالتعليمات هو دليل وعي. إذن هي القصة قصة وعي وقصة ثقافة وقصة حضارة. أشكركم على اختيار هذه المؤسسة لإطلاق أسبوع المرور العربي من هنا، وأن أشكركم مرة أخرى على هذه الثقة بهذه المؤسسة لتكون مقرا لإطلاق هذه الفعالية من هنا. هذه المؤسسة وهذا الإعلام الذي أخذ على عاتقه إيصال فلسطين إلى العالم وجلب العالم إلى فلسطين. واستعرض جهاز الشرطة الحالة المرورية في فلسطين وأبرز التحديات والمشاكل التي يحاول خبراء المرور في الشرطة التغلب عليها من خلال تفعيل قوانين المرور والسلامة العامة على الطرق في كافة المحافظات. الحمد لله في هذا العام 2017 كان عندنا انخفاض في الحوادث المرورية بنسبة وصلت إلى 32%، وهنا أقصد الحوادث المميتة، يعني بمعنى أنه بإمكاننا تخفيض هذه النسبة إذا ما قمنا بتطبيق أفضل وتطبيق سليم للقانون في مناحي الحياة كافة، وبالتالي كان عندنا 50 حالة وفاة أقل من سنة 2016. ومن خلال هذه الفعاليات يستهدف جهاز الشرطة في المقدمة طلبة المدارس لخلق حالة من الوعي لديهم بقوانين السير من خلال دمجهم في العديد من الأنشطة التوعوية. قمنا في المدارس وفي الوزارات بعمل مسابقات تخص هذا الأسبوع كتصميم الشعار أو إلى غيرها، أو المخيمات الكشفية أو الإرشادية. طبعا أيضا نقوم في المدارس، طبعا في شتى مدارس الوطن والمحافظات، بعمل اللجان توضح للطلبة معنى شرطة المرور والسير ومعنى القوانين وفائدتها للمواطن وللطالب. نشر الوعي بين كافة شرائح مجتمعنا وصولا إلى الالتزام الكامل بالقوانين والتعليمات يبقى الأسلوب الأمثل لتحقيق السلامة المرورية لنا وللأجيال القادمة. رايا شتاوي، تلفزيون فلسطين. إلى الشأن العربي والدولي، أدلى الناخبون اللبنانيون بأصواتهم في أول انتخابات برلمانية في البلاد منذ 9 سنوات في ظل إقبال وصف بالضعيف. وتجري هذه الانتخابات للمرة الأولى منذ العام 2009 بعدما مدد البرلمان الحالي ولايته 3 مرات متتالية. 15 دائرة قسم لبنان على أساسها في نظام انتخابي نسبي يعتمد للمرة الأولى في تاريخ هذا البلد الصغير. يوم انتخابي طويل عاشته مختلف المناطق والمدن اللبنانية، وأدلى مرشحو البرلمان بأصواتهم كما المرجعيات الرسمية، وعلى رأسهم رئيس الجمهورية ميشيل عون الذي أدلى بصوته كما كانت له جولة داخل غرفة العمليات في وزارة الداخلية المشرفة على حسن سير العملية الانتخابية. هو أهم عملية وطنية سياسية بتصير بالوطن، لأن هذه هي الديمقراطية اللي بده ينتج عنها مجلس نواب يلي هو أم المؤسسات، لأنه كمان هو بده يوزع السلطات كلها. فإذا العملية كتير ناجحة مثل ما شفناها هون. أقلام الاقتراع التي فتحت 12 ساعة وأكبتها إجراءات أمنية مشددة للقوى الأمنية. لبنان الرسمي والسياسي استنفر لهذا الحدث، وقد دعت كافة الكتل والقوى إلى التصويت بكثافة. إذا منتطلع شو اللي عم يصير حوالينا، نشوف إنه اليوم لبنان عم يقوم بانتخابات ديمقراطية، وبقول إنه لبنان بألف خير، وإن شاء الله يعني
كل مواطن لبناني يجب عليه أنه يقدم على هالانتخابات ليؤدي واجبه الوطني ليصوت للناس اللي بدهم إياه وهذا الشيء اللي بيخلي البلد بعافية. المجلس الجديد يحمل أعباء قضايا تثقل كاهل المواطن اللبناني، كما مطبات إقليمية ودولية يستعد لها. أمل كبير أنه هالامتحان ينجح فيه الوطن كما ينجح فيه المواطن، لأنه أمامنا تحديات كبيرة. للنهوض بالوطن بدها تتطلب جهود الجميع، والجميع بدون استثناء. نسب الاقتراع تباينت بين منطقة وأخرى في وقت لم تسجل إشكالات خرجت عن الإطار المعهود في استحقاقات مماثلة. عرس وطني لبناني هو الشعار الذي رفعته وزارة الداخلية في وصف الاستحقاق الانتخابي، تلك المحطة المفصلية التي تحدد مصير لبنان السياسي للمرحلة المقبلة. من ثانوية فيردان رسمية في بيروت، زين عبد الصمد، تلفزيون فلسطين. الحديث حول الموضوع انضم إلينا من لبنان السيد سامي نادر، الكاتب والمحلل السياسي. أهلا ومرحبا بك سيد سامي. أهلا بكم سيد سامي. التباين في الإقبال على صناديق الاقتراع بعد 9 سنوات والتعطش اللبناني لهذه صناديق الاقتراع، لماذا جاء برأيك؟ أعتقد أن هذه هي المفاجأة الكبرى. يعني كثر الكلام عن مفاجآت سوف تشهدها الانتخابات النيابية، وكانت المفاجأة الأولى النسبة المتدنية في المشاركة، وأعتقد أن ذلك يعود لأسباب عدة، يكون أولها قانون الانتخاب الجديد الذي صاغته القوى السياسية من أجل إعادة إنتاج نفسها. هذا بحد ذاته شكل سبب إحباط أساسي أو رفض من قبل القاعدة الناخبة، لا تريد أن تبصم على خيارات معلبة المطلوب منها فقط التوقيع عليها. ثانيا، هذا القانون فتح المجال لتحالفات عجيبة غريبة على الساحة اللبنانية. رأينا على لائحة واحدة في موقع الشركاء خصوم الأمس، ومن هنا كان أيضا تغييب للعناوين السياسية. العناوين السياسية هي الغائب الأكبر عن هذه الانتخابات، وهي تشكل الدافع الأساسي للمشاركة كما حصل عام 2005 وعام 2009. نعم. وهنالك أيضا تفاصيل في قانون الانتخاب يجعل أن الناخب الذي يريد أن ينتخب شخص ما ولكن لا يريد أن ينتخب كافة أعضاء اللائحة الملزم بها إذا في حال انتخب، ولكن هذه أيضا تفاصيل تتعلق بقانون الانتخاب هذا. ولكن باختصار أنا أعتقد تغييب العناوين السياسية كان هو السبب الأساسي والتحالفات. اسمح لي أستاذ سامي، نتحدث عن انتخابات نيابية منذ 9 سنوات، إقبال ضعيف على نسب على الاقتراع عفوا، بالتالي كيف ستكون تداعيات نتائج هذه الانتخابات على المشهد السياسي اللبناني؟ أعتقد هذا سوف يتوقف على موازين القوى في داخل مجلس النواب، وإذا كان الفريق الذي هو حول حزب الله سوف يتمكن من أن يحصل على ثلث معطل داخل المجلس النيابي بعد ما أتت تسوية الدوحة عام 2009 ومكنته من الحصول على ثلث معطل داخل مجلس الوزراء. هذا إذا ما حصل سوف يكون لديه تداعيات على الساحة الداخلية، وتنعكس هنا الأزمة في سوريا على الساحة الداخلية، لأن المسائل الأساسية في لبنان التي تشكل ركائز العقد الاجتماعي ما زالت معلقة. مسألة السياسة الدفاعية، أي مسألة سلاح حزب الله، مسألة السياسة الخارجية، ما سوف يكون مصير ما يسمى النأي بالنفس، أي عملية تحييد لبنان العملية عن الصراع الدائر في سوريا، والتي كانت ركيزة للتسوية التي أنهت الفراغ الرئاسي. هذه هي القواعد التي يجب الاتفاق عليها لتشكيل حكومة مقبلة إذا أرادوا أن يستمروا بالتسوية. ولكن هنالك أيضا مصير هذه التسوية على المحك، وسوف يتوقف الأمر على موازين القوى الجديدة داخل المجلس النيابي. نعم، ليس هنالك من تغيير جذري، كافة القوى سوف تتمسك. نعم. سيد سامي،
بنسب. سيد سامي، هذا الضعف والتباين في عملية الإقبال هل سينعكس على دخول لبنان أيضا في أزمة تشكيل حكومة؟ يعني كل ذلك سيؤدي لذلك وبرلمان ضعيف؟ بالتأكيد نعم، هذه هي النقطة الأساس، لأن اليوم هنالك أكثر من إشارة في هذا الاتجاه. بالبارحة قال مساعد أمين عام حزب الله أنه ليس بالضرورة سوف يتم تكليف الرئيس سعد الحريري بتشكيل الحكومة. إذا لم يكلف الحريري، من سوف يتكلف أيضا؟ ما هي مصير سياسة النأي بالنفس وهي القاعدة لهذه التسوية؟ أين سوف يكون لبنان من الصراع الدائر في سوريا، من المواجهة المحتدمة بين إيران والدول العربية، إيران والمجتمع الغربي؟ كل هذا محط تساؤل. ونتمنى دائما للبنان كل الخير. شكرا جزيلا لك سيد سامي نادر، الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من بيروت، أشكرك جزيلا. أدلى الناخبون التونسيون بأصواتهم في أول انتخابات بلدية تجري في البلاد منذ العام 2011، وستكرس هذه الانتخابات مبدأ اللامركزية التي نص عليها الدستور التونسي، وصادق البرلمان نهاية الشهر الماضي على قانون الجماعات المحلية الذي سيمنح البلديات للمرة الأولى امتيازات مجالس مستقلة تدار بحرية وتتمتع بصلاحيات واسعة. غارت مقاتلات عراقية للمرة الثانية خلال أسبوعين على مواقع لتنظيم داعش الإرهابي في محافظة الحسكة شرق سوريا قرب الحدود بين البلدين. وقال مسؤول في وزارة الدفاع العراقية أن الضربة نفذت بالتعاون مع الحكومة السورية والتنسيق مع قوات التحالف الدولي. وأكد المسؤول العراقي أن الغارة الجوية استهدفت مقر قيادة داعش وقتلت من كان في المقر الذي دمر بالكامل. وفي نيسان الماضي أكدت السلطات العراقية مقتل العشرات من تنظيم داعش بينهم قياديون في التنظيم خلال غارة لمقاتلات عراقية في دير الزور. رفض الرئيس الإيراني حسن روحاني تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي قائلا إن الإيرانيين لن يتأثروا بسبب خبرتهم في الحرب طويلة الأمد مع العراق. كما حذر روحاني واشنطن من أنها ستندم ندما تاريخيا حال قررت الانسحاب من الاتفاق. وأمهل ترامب الأوروبيين حتى 12 من الشهر الجاري لتعديل الاتفاق النووي، وإلا فإن واشنطن ستنسحب منه. في أفغانستان قتل 12 شخصا على الأقل وجرح العشرات في انفجار استهدف مركزا لتسجيل الناخبين في ولاية خوست شرقي البلاد. ويأتي هجوم اليوم بعد نحو أسبوع من مقتل 25 شخصا في هجومين شهدتهما العاصمة كابول وتبناهما تنظيم داعش الإرهابي. قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن شعب بلاده سيوجه صفعة في الانتخابات المقبلة لمن يسعى إلى تقسيم تركيا. وقال أردوغان أمام حشد من أنصاره في اسطنبول إن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة ستكون بمثابة بداية جديدة لتركيا، وإن هذه البداية ستتحقق بمساعي الجميع. وكانت أحزاب الشعب الجمهوري والخير والسعادة والحزب الديمقراطي وقعوا أمس إعلانا لتشكيل تحالف انتخابي رباعي تحت اسم تحالف الأمة. نشرتنا مستمرة وتشاهدون فيها. أول فريق نسائي في غزل لعبة كرة اليد الأمريكية بمعدات وإمكانيات بسيطة. أما الآن إلى أخبار الاقتصاد وزميلة منتهى. إليك منتهى. مساء الخير ضحى ومحمد. مساء الخير. مساء الخير مشاهدينا. قال رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني محمد مصطفى إن هناك مفاوضات متقدمة مع عدد من الشركات العالمية للدخول ضمن تحالف جديد لتطوير حقل الغاز الفلسطيني قبالة سواحل غزة بعد خروج شركة شيل من المشروع في أوائل نيسان الماضي. وأضاف مصطفى أن هناك مناقشات جدية مع عدد من الشركات العالمية ذات الاختصاص.
وقع رئيس هيئة الصناديق العربية والإسلامية ناصر قتامي ورئيس الهيئة العربية لإعمار فلسطين طاهر المصري مذكرة تفاهم وتعاون لتنفيذ مشاريع في فلسطين في العاصمة الأردنية عمان اليوم. وتنص المذكرة على التعاون بين الهيئتين على تنفيذ العديد من المشاريع الاستراتيجية والحيوية في الضفة والقطاع والقدس. ارتفعت الاحتياطات الرسمية لدى سلطة النقد داخل وخارج فلسطين خلال نيسان على أساس سنوي بنسبة 17.4% بنسبة 501.5 مليون، بينما بلغت نسبة الاحتياطات الأجنبية من العملة الأجنبية بنسبة 325.5، بينما بلغت بالنسبة المئوية 22.7. أما الاحتياطات الأخرى المتمثلة بالسندات خارج فلسطين وصلت إلى 102.2 مليون دولار وبنسبة 13%. وفي أخبارنا أيضا مشاهدينا، انتقد البيت الأبيض بشدة محاولات الصين إلزام شركات الطيران الأجنبية بتغيير الطريقة التي تشير بها إلى تايوان وهونغ كونغ وماكاو، واصفا جهود الصين لضبط الكلمات التي تشير إلى الأقاليم ذات الحساسية السياسية بأنها هراء استبدادي. وفي ظل اشتداد الخلاف بشأن الفائض التجاري الصيني مع الولايات المتحدة، قال البيت الأبيض إن هيئة الطيران المدني الصينية بعثت رسالة إلى 36 شركة طيران أجنبية ومن بينها شركات أمريكية تطالبها بهذه التغييرات. نهاية الموجز وعودة إلى الزملاء. شكرا لك منتهى. شكرا. في مشهد إنساني نبيل، عفت الحاجة رتيبة محمد السويطي من بلدة بيت عوة جنوبي الخليل عن قاتل ابنها المغدور عماد السويطي تغليبا منها لقيم التسامح وحقنا وحقنا للدماء. وعدم سامي للتفاصيل. الله يرحمك يرضى عليك. أنا قمت حمل عنك يا أمي، خليك تتريح في قبرك. الله يا أمي خليك تتريح في قبرك. العفو عند المقدرة، هنا تتجلى عظمة هذا القول وتترجمه الحاجة رتيبة محمد السويطي من بلدة بيت عوا جنوب الخليل بإعفائها عن قاتل ابنها عماد بعد أن أحضر إلى منزلها. عماد كان قد قتل خلال شجار وقع في شهر رمضان الفضيل عام 2006، لكنها آثرت الصفحة عن قاتله في موقف إنساني نبيل. قالوا شو بتقولي؟ من يوم انه قال اسقوني قلت شت مي، ناولوا كاسة قلت اسقوا مي، اسقوا مي. لما اسقوا مي قالها الله الله من فوق، شي نزلوا في قلبي، والله شي نزلوا في قلبي. قال اطلع، قلت اني معفي عنه. ايش في قلبي؟ قال لي ربي، ربي اللي قال لي. قلت انا معفي عنه، ارفع عنه، انا معفي عنه، انا معفي عنه، انا معفي عنه، ارفع عنه. اقسم بالله العظيم، اقسم بالله العظيم اني بدعيله في صلاتي، اقسم بالله العظيم اني بحسبه من همك. فيديو العفو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر القاتل وهو يقبل رأس الحاجة رتيبة بعد أن عفت عنه، وجدت ارحابا كبيرا من المواطنين واصفين موقفها بالشهم وأنها أم صابرة سعت لحقن الدماء وتغليب المصلحة العامة حفاظا على الأمن والسلم الداخليين، داعين إلى الاقتداء بها وتعزيز ثقافة التسامح بين أبناء شعبنا، خاصة في ظل ما تمر به قضيتنا من تحديات جسامة. قلنا فجأة على مرت سيدي هان، قلت له قرار في يدك وبرجع الأمر إلك. بتكنوا قتلوا الحين بنروح محل منكة الرحمة عم عماد، إنه قتلوا وهي الأمر بيدك والقرار إلك، وربنا إلهمنا يعني الصبر ودلنا على الطريق الصحيح وعلى التسامح، والتسامح إن شاء الله إنه بكون خير وأحسن. كانت طبعا هي من 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 يعني من تاريخنا ومن جذورنا العربية الإسلامية اللي طبعا تعاليم ديننا دعت إلها. طبعا الحدث بالنسبة لنا كان مفاجئ لما حكوا معاي إنه هاي جابوا القاتل. أجيت على المنزل هان ولقيت أم المغدور اللي هو عماد عافية عنه وسط يعني زحام الناس والش اسمه هذه، لدرجة أنه إحنا طبعا القوى الأمن والشرطة حكوا معانا، فقلت لهم الموضوع مش بحاجة لأمن ولا شرطة، الموضوع انتهى بأخلاق عربية إسلامية سامي جدا. بين قتل فلذة كبد أم أو العفو عن القاتل، فإن العفو يحتاج شجاعة وقوة لا تضاهيها قوة أخرى،
فهذه الحاجة آثرت الحياة على مفهوم الانتقام. ليس سهلا على أم ثكلى أن تعفو عن قاتل ابنها، غير أنه انتصار للقيم الإنسانية ولقلب أم جعلت من قاتل ابنها ابنا لها. من بيت عوا جنوب الخليل، وعود مسامي، تلفزيون فلسطين. أما الآن إلى الزميلة كيان الصيفي والنشرة الرياضية. إليك كيان. مساء الخير. أهلا بكم مشاهدينا الكرام. واصل المنتخب الفلسطيني تحضيراته لمواجهة العراق وديا الثلاثاء المقبل على ملعب جزع النخلة بالبصرة، وأخذ المنتخب الفلسطيني تدريبه اليوم بمشاركة جميع اللاعبين، حيث حرص الجهاز الفني بقيادة المدرب الجزائري نور الدين ولد علي على التركيز على الجوانب التكتيكية، وينتظر أن يلتحق عدد من لاعبي المنتخب الأولمبي الفلسطيني من الدوحة باتجاه بغداد للانضمام للفريق. يحل ريال مدريد ضيفا ثقيلا على غريمه الأزلي برشلونة في هذه الأثناء على ملعب الكامب نو في إطار منافسات الجولة 36 بالليغا الإسباني، ويحتل الفريق الملكي المركز الثالث برصيد 71 نقطة بفارق 4 نقاط عن أتلتيكو مدريد الوصيف، وبفارق 15 نقطة عن برشلونة المتصدر الذي حسم اللقب من قبل. وإلى خبر آخر، تجرع أتلتيكو مدريد الخسارة الأولى على ملعبه هذا الموسم في الليغا بعدما سقط بهدفين نظيفين على يد إسبانيول خلال اللقاء الذي جمعهما مساء الأحد ضمن الجولة 36 بدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، ويمتلك الميرينغي فرصة اقتناص الوصافة في حالة فوزه بمباراة اليوم بالإضافة لمباراته المؤجلة أمام إشبيليا يوم الأربعاء المقبل. من جانبه رفع الانتصار رصيد إسبانيول إلى 43 نقطة في المركز 13. وإلى عالم التنس، احتفظ الألماني ألكسندر زيفريف المصنف أول بلقبه بطلا لدورة ميونخ الألمانية على الملاعب الترابية إثر فوزه على مواطنه فيليب كولتشرايبر السادس في المباراة النهائية، واللقب هو السابع في مسيرة زيفريف الذي تعلق عليه بلاده أمالا عريضة والأول لهذا العام. نهاية جولة الرياضية لهذه الليلة، شكرا للمتابعة، أعود إلى ضحى ومحمد. شكرا كيان. شكرا. إلى المحافظات الجنوبية، تمكن أحد المدربين الرياضيين من إنشاء فريق نسائي للعبة كرة اليد أو ما يعرف بالبيسبول الأمريكية بمعدات وإمكانات محلية بسيطة. سلوى ياسين والتفاصيل. لعبة ترجع في أصولها إلى القارة الأوروبية منذ 3 قرون، ثم نقلها المهاجرون إلى أمريكا لتصبح لعبة أمريكية بامتياز. وهنا في غزة تستحوذ لعبة البيسبول على إعجاب الفتيات لتأخذهن في غمارها بكل تفاصيلها، وكذلك إدراجها لأول مرة كلعبة رياضية للفتيات في غزة، وتكوين 5 فرق على مستوى القطاع. إنها لعبة أمريكية وبس خارج القطاع، حتى إنها ما كنتش بعرف إنها موجودة في دول عربية، هي طبعا موجودة في 4 دول عربية، إحنا الخامسة، لكن كتير انبسطت إنها دخلت غزة، كتير انبسطت إنه بدنا نتعرف على ثقافة لعبة جديدة، كتير بتمنى نوصل لمباريات إقليمية، كتير بتمنى نوصل إنه نكون نقدر نلعب، ناخذ الاعتماد من اللجنة الأولمبية، بعدها نقدر نطلع نلعب مع الدول العربية ومن ثم إلى مباريات عالمية إن شاء الله. الكابتن محمود طافش أول من شرع في تأسيس لعبة البيسبول في المحافظات الجنوبية، وهو من أسس هذه الفرق 5 جميعها من الفتيات اللواتي انضممن إلى هذه اللعبة لإحداث ثورة جديدة في عالم الرياضة على المستوى الفلسطيني والعربي. إحنا شكلنا 5 فرق نسوية في غزة على أسماء المحافظات الموجودة في قطاع غزة مبدئيا إلى حين استوعابهم داخل الأندية، في الوقت الحالي هم بأسماء محافظات، طبعا كل فريق مكون من 9 أشخاص إلى 10 أشخاص، لعبة البيسبول فقط موجودة في قطاع غزة، في الضفة الغربية لم تنتشر بعد، نأمل إنه ننشرها في الضفة الغربية. 2، طبعا إحنا الطموحات اللي بنأملها إنه طبعا يصير إحنا ناخذ اعتماد من اللجنة الأولمبية الفلسطينية.
الأدوات التي يستخدمنها ليست الأصلية للعبة، بل هي نسخة تقليدية باعتبارها لعبة جديدة تفرض نفسها على واقع الرياضة في غزة، وتحتاج صناعة أدواتها إلى مقاييس البيسبول. ورغم هذا الشغف، فهناك بعض الصعوبات التي يواجهونها. في عدة صعوبات بتواجهنا كثير في امور الملاعب، الملاعب مش متوفره ملاعب رسميه، احنا بنلعب على ملاعب خماسيه او ملاعب كبيره للشباب. شغله ثانيه المعدات الرسميه للعبه مش موجوده، احنا بنحاول نستخدم شجره بنحوله لمضرب، بنستخدم كرات التنس الارضي وهي مش الكرات المعتمده، طبعا الكفات القفاز هاي مش موجود، طبعا بنحاول نفصله. فتيات غزة ولعبة البيسبول يأخذن طريقا للتألق والنجاح في محاولة لكسر الروتين القاتل وصنع مجدا رياضيا جديدا بعيدا عن حالة الاكتئاب التي يعيشها القطاع. سلوى ياسين، تلفزيون فلسطين، غزة. إلى حالة الطقس وزميلة نتالي رنتيسي. إليك نتالي. مساء الخير ضحى. مساء الخير محمد. سأنور. شكرا. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في أحوال الطقس. تتأثر فلسطين اعتبارا من ساعات الليل بكتلة هوائية أقل حرارة وأكثر رطوبة، سيرافقها أحوال جوية غير مستقرة، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة يوم غد لتصبح أدنى من معدلاتها السنوية العامة بحدود 4 درجات، وتتحول الأجواء لتكون متقلبة بين الغائمة جزئيا والغائمة، ويتوقع هطول زخات رعدية محلية من المطر والتي قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية في بعض المناطق. وفي ساعة الليل تبقى الفرصة مهيئة لهطول زخات محلية من المطر، هذا وتوالي درجات الحرارة انخفاضها يوم الثلاثاء لتصبح أدنى من معدلاتها السنوية العامة بحدود 7 درجات مئوية، وتكون الأجواء أكثر برودة من المعتاد نسبة لهذا الوقت من العام. والآن ننتقل وإياكم مشاهدينا الكرام إلى درجات الحرارة المتوقعة ليوم غد في بعض المدن الفلسطينية، حيث سنبدأ من العاصمة القدس المحتلة، فمن المتوقع أن تسجل 22، ننتقل إلى رام الله 21، أما نابلس 24، جنين وطوباس 27، طول كرم 26، قلقيلية أيضا 26، أما سلفيت ف 22، أريحة 33، بيت لحم 22، الخليل 21. والآن ننتقل وإياكم مشاهدينا الكرام إلى المحافظات الجنوبية، ونبدأها من غزة 25، دير البلح 26، خان يونس 25، وأخيرا رفح 26. ومن درجات الحرارة في محافظات الوطن إلى بعض العواصم العربية والعالمية. إلى هنا مشاهدينا الكرام وصلنا لنهاية النشرة الجوية، والآن عودة للزملاء محمد وضحى. شكرا لك. عفوا. ومشاهدينا الكرام قبل الختام هذا تذكير بالعناوين. شهيدان برصاص الاحتلال الشرق خان يونس. السيد الرئيس يبدأ جولة في الأمريكيتين تشمل تشيلي وفنزويلا وكوبا. اللجنة الوزارية للتشريع في حكومة الاحتلال تصادق على قانون يحد من سلطات المحكمة العليا. وتابعنا في نشرتنا أيضا فريق النساء في غزة للعبة كرة اليد الأمريكية. شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء. إلى اللقاء. رسالتنا احنا اهل هون.
الان يمنعونا من اوكي قامت بدفعنا، ولكن نحن نواصل هذه التغطية عبر شاشة التلفزيون فلسطين.